أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان. شرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القوم الزكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا. وأهلا بك وبأحبائنا المشاهدين، شرفتنا. أحبائي، اتكلمنا في الحلقات السابقة مع أتسابونا عن سفر نشيل الأنشاد والاعتراض عليه، لكن دلوقتي هنكمل الحلقة دي بعد الصلاة اللي هيرفعنا فيها أتسابونا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الحب الحقيقي، يا من عشقتك النفوس الروحانيه وسارت في درب الحب الالهي، ليتك يا رب تلمس قلوبنا جميعا متكلمين ومشاهدين. إذا لمستنا بالحب جذبتنا وراءك فنجري. بارك في جلستنا هذه لأنك إله مبارك ممجد من الآن وإلى أبد الدهور. آمين. آمين. شكرا أتسابونا. أتسابونا، الحلقة اللي فاتت عرضنا بعض الاعتراضات وأتسك جاوبت عليها. النهاردة برضو أنا هجيب اعتراضات وديها لأتسك وأتسك تدينا الجواب عنها. فأول اعتراض هنقوله، في ناس بيقولوا وده عدد غير قليل بيقول ان نشيل الانشاد ما هو الا مجرد الا رسالة حب او عشق من سليمان لعشيقته. على اي حال الكلام ده مبدئيا غير صحيح، وانا مش بقول غير صحيح ويبقى دي الاجابة. لكن بندي الادلة والبراهين. لا يقول هذا الكلام الا انسان ساذج لا يعرف معنى العشق. نعم. تعال بينا بقى في تحليل للعشق. اتفضل. العشق هو تشوق واشتياق، والاشتياق رجاء، والرجاء رغبات بعيدة المنال، يسعى الولهان جادا ليحققها. ده الشعر في حد ذاته. أما الملوك فلا ينطبق عليهم ذلك، فليس شيء بعيد المنام بالنسبة لهم، إذ هم قادرون على أن يحققوا كل ما يرغبون وأن يبلغوا بالقوة إلى كل ما يرجون، وشعارهم ما ملكت أيمانكم. فأيمانهم طائلة. فليس لديهم مشكلة لتدخلهم في دائرة العشق والتلهف والوله. والواقع أن الملوك لا يعشقون، ولكنهم عندما يشتهون يملكون. ومن هنا جاء تعدد زوجاتهم وسراريهم وما ملكت أيمانهم. القضية ما زالت موجودة أتسابونا. إذا أتسك قلت الكلام ده، فبماذا تعلل عشق سليمان في سفر نشيد الأنشاد؟ أيوة، هو ده بيت القصيد. عندما نرى ملكا عاشقا ولهانا كسليمان، فمن المؤكد أن عشقه ليس موجه إلى امرأة يستطيع أن ينالها. إذن فلا بد أن عشقه موجه إلى محبوب بعيد المنال، إلى الله ذاته. فأشواقه البعيدة المنال التي يصبو إليها وإلى تحقيقها يسعى متلهفا لذلك هي اللقاء الحبي مع من تحبه نفسه. واسمعه يقول في هذا السفر الروحي: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. ويقول: المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها،
وإن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة إنما تحتقر احتقارا. فهل هذا حب جسدي شهواني؟ لا أكيد طبعا. بس السؤال برضو بيرجع ويقول هل ظهر مثل هذا العشق والحب في الشعر الصوفي؟ طبعا. حلو حلو ان احنا تربط بالمقارنات، جميل. حقيقي هذه النغمة العاشقة الولهانة نراها تلون شعر العشق الإلهي الصوفي بكل وضوح. أسوق إليك شعر محمد الكيزاني وهو أحد الصوفيين الكبار في كتاب الأدب الصوفي في مصر وصفحة 20 يقول إيه؟ ولقد أودع الغرام بقلبي زفرات أضحى بها مصدوعا وحرام على التلهف ألا يريح أو يحرق الحشا والضلوع. عشق يحرق. طب واسمع هذه أبيات للشاعرة ريحانة الآبلية عن شوقها للقاء الله وعلى الصيد اللي حيبان دلوقتي. تقول له ايه؟ انت انسي ومنيتي وسروري، قد ابى القلب ان يحب سواك، يا حبيب القلب من لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد اتاك، يا منايا وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. قمة العشق الإلهي. دي حاجة جميلة جدا رائعة، وأنا بشكر ربنا إن هي دي فعلا جوهر المسيحية. أمين أمين. نعم، كثيرون كثيرون فعلا في هذا العشق الإلهي كتبوا وعبروا، ولكني أكتفي ببعض الشخصيات واللي موجودة في موقع معابر اللي حيظهر على الشاشة دلوقتي. تفضل. لشاعر شبيان المولح، مولح يعني المصاب بالحب، يقول إيه؟ إن ذكر الحبيب هيج شوقي، ثم حب الحبيب أذهل عقلي. ومن أشعار حماد الأقطع في هذا المنحى العشقي يقول: أنحل الحب قلبه والحنين، ومحاه الهوى فلا يستبين. يعني الإنسان ابتدى من الحب ما بقاش موجود. وقال ابن عربي المتصوف الأكبر يقول إيه؟ أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وربع العدوية أيضا لها بعض الأبيات الجميلة قوي، لما بتقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وعلى فكرة لها أيضا في موقع عشاق الله .com على الإنترنت. بيقول إيه؟ يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي، حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصابي، إن تكن راضيا عني فإنني يا من القلب
قد بدا اسعادي. عشق واضح فيه تأثير كتير من روحانية المسيح والمسيحية بالتأكيد. طبعا صح. فهذا هو العشق المقدس للمحبوب بعيد المنال، وهذه هي الأشواق المشبوبة المتوكلة لرؤيته. ويقول في ذلك أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتاب شهيدة العشق الإلهي صفحة 76 بيقول حاجة جميلة قوي، بتمنى ان كل واحد يريد يقتني هذا الكتاب ويشوف الكلام اللي موجود فيه. بيحكي عن ربع العدوية في هذه الأبيات في هذه الصفحة، ويقول انها كانت تنوح باستمرار. فسئلت: لماذا تنوحين وانت لا تشكين ألما؟ فاجابت: وحسرتاه، العلة التي اشكوها ليس مما يستطيع الطبيب علاجه، إنما دواؤها الوحيد رؤية الله، وما يعينني على احتمال هذه العلة إلا رجائي أن أحقق غايتي هذه في العالم الآخر. مش رجائها الحريين والحريات، لا، ده رجائها أن ترى الله. أفبعد هذا كله يستطيع أي أحد أن يقول أن السفر نشيد الأناشيد رسالة من الملك سليمان إلى عشيقة له؟ حاشا. فسفر نشيد الأناشيد كما قلنا هو قصيدة شعر صوفي روحاني كتبها بالوحي سليمان الحكيم المتيم بالعشق الإلهي، يصف خلجات نفسه في علاقتها بحبيب الروح وخالقها، وهو رغم جبروته وحكمته وغناه لكنه يقف عاجزا وفقيرا أمام أشواقه المتعطشة إلى حب الله والتمتع برؤياه. طب أتسابونا، بس نشيد الأنشاد بيتكلم عن عروس وعريس. كمسلم واحد مسلم هيفكر مين هو العروس والعريس دوت، لأنه ده غزل مش عفيف حتى. وارد يعني. وارد الكلام. قلنا أن سفر النشيد يمثل العلاقة الحبية المقدسة بين الله والنفس البشرية المتيمة بعشقه. فهذه العلاقة الحبية هي موضوع الشعر الصوفي عموما وموضوع سفر النشيد الأناشيد على وجه الخصوص. هذه العلاقة الحبية قد وضعت في قالب مجازي بليغ، قالب العلاقة الشرعية التي توحد وتؤلف بين العريس وعروسه. فشبهت النفس البشرية بعروس، وشبه الله بالعريس، وهذا ما قاله يوحنا المعمدان: من له العروس فهو العريس. وبولس الرسول نفسه قال: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وبنفس الصورة البليغة كانت علاقة ربع العدوية المتصوفة المسلمة بالله. إذ يقول الدكتور بدوي أيضا، عبد الرحمن بدوي، في صفحة 26، أنا بقول الكتاب ده ذخيرة الحقيقة ورائع، واللي يحب يقتنيه ده يبقى شيء، بس إن شاء الله يكون موجود. يقول إيه: لقد بدأت رابعة تستشعر الحب لله وتواكبه مشاعر مختلفة، لعل من بينها ومن أقواها الشعور بأنها نظرت نفسها لهذا المحب الأسمى. ويواصل حديثه قائلا: وعما قليل، خد بالك، وعما قليل ستعلن خطبتها إليه. خطبته، ولعل ذلك يفضي في النهاية اسمع إلى الزواج الروحي بينها وبين الله. شيء غريب جدا. أهو هذه الزواج الروحي بينها وبين الله، خطبتها إليه. شيء جميل، شيء رائع، العلم، السمو الروحي. نعم هناك كلمات بلاغية كثيرة. نعم. طب أتسابونا، بنسمع الاعتراض ده كثير قوي، إن الألفاظ اللي في سفر نشيد الأنشاد غزل صريح جدا، فكيف يتأتى ذلك مع
تشبيهه بكلام الله او نقربه لله، مش ممكن. بيقولوا غزل صريح وغزل فاضح كمان. انا ما حبيتش اقول لا انا عارف. لذلك انا زي ما قلت ان هناك كلمات بلاغيه كثيره من تشبيهات واستعارات وكنايات ورموز. لو اخذت بالمعنى الحرفي فقد القارئ معناها الروحي السامي. يعني مثلا لما اقول لواحد انت اسد. لو ما خدتهاش بالمعنى التشبيه اسد يعني شجاع. يقول لي الله، لو خدت بالمعنى الحرفي هو انا حيوان ومفترس وليا دين وليا يا عم ما قصدناش ده كله. افهم افهم. من اجل هذا سوف نبدا سلسله جديده عباره عن شرح وتفسير وتاملات وعظات من سفر نشيد الاناشيد في الحلقات القادمه. ارجو ان تكون سبب بركه وخلاص وعمق روحي في علاقتنا مع الله على جناح الحب لنصل الى العشق الالهي السامي. عظيم أتشابون، بس برضو بعد كل التوضيحات اللي أتشك قلتها هيجي لأحدهم تساؤل ويقول مش ده كله يعتبر بدعة؟ وانت عارف أتشك طبعا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزيزي أنا لست مع هذا الفكر، وأسوق إليك كلمات رجل مسلم متمسك بدينه، هو الأستاذ مأمون غريب في كتاب ربع العدوية في محراب الحب الإلهي وصفحة 19. بيقول لم يكن الصوفية مبتدعين وهم يريدون من تعبدهم لله أن تشرق عليهم الأنوار الإلهية، ويعود ليؤكد هذه الحقيقة في نفس الكتاب وصفحة 80 بقوله الحب الإلهي إذن هو غاية الصالحين وليس بدعة أو اختراع. واسمع الدكتور علي الصافي حسين في كتاب الأدب الصوفي في مصر صفحة 221 يقول وكان ذوالنون المصري، ده اسمه كده الشاعر الصوفي، تحدث في شعره عن العشق الإلهي أو المحبة الربانية، ويكمل ويقول لم يكن يختلف في شيء ذي بال عما كان عليه شعر الغزل بمعناه العام. طب عظيم جدا، احنا سمعنا القصيده اللي قدسك كتبتها، هل من المسيحيين اللي كتبوا اشعار في عشق المسيح؟ بالتاكيد. اكبر مثل قداسه البابا شنودة الثالث كتب في كتاب انطلاق الروح قصيده رائعه بعنوان همسه حب. اقتطف بعض ابياتها طبعا. يقول قلبي الخفاق اضحى مضجعك، في حنايا الصدر اخفي موضعك، ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك، قد نسيت الأهل والأصحاب، بل قد نسيت النفس أيضا في هواك، قد نسيت الكل في حبك يا متعة القلب، فلا تنس فتاك في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش في الحب سماك، عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك. كلام جميل. وهناك العديد طبعا من الأناشيد الدينية أو ما يعرف بالتراتيل، منها وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك وحدك ولا حد شوياك، في العمق في هيام وفي العلا أحلام، في الصحو والمنام أسعد أنا برؤياك. جميل. وكتير ويقول إيه سيأتي سباني بحبه سبيا عجيب، فما عدت عنه أطيق انفصال، عزيز علي وأغلى حبيب، يشاركني ظرفي في كل حال. طب أتشابونا، تأثير سفر نشيد الأنشاد في اللي احنا سمعناه ده كان ايه؟ سفر نشيد الأنشاد في الواقع هو الينبوع الذي نهل منه كل هذا الكم من عشاق الحب الإلهي. نعم. إنه المشعل الوقاد الذي ألهب مشاعرهم وأنار دروبهم وسبى قلوبهم وأسكر عقولهم، فانطلقت أرواحهم معبرة عن مذاقة الملكوت الحلوة لتعزف سيمفونية العشق الإلهي الخالدة والمتجددة على مدى الأزمان. طبعا عظيم أتشابون، من كلام أتشك اتضح لينا إن
العشق الإلهي ده بيمارسه كل من المتصوفين والزاهدين من المسيحية والإسلام. بالنسبة للناس العاديين زي حالاتي كده إزاي يقدروا بدرجة يصلوا على العشق الإلهي؟ ده سؤال مهم أوي أوي أوي، ودعني أقول لك وللمشاهدين الكرام، إن كان العشق الإلهي هو درجة سامية في العلاقة مع الله، ولكنه يبدأ في حياة المؤمن العادي بأن يحب الله. هذا الحب الذي قال عنه الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. والواقع أن الله يسهل علينا الطريق. إزاي نحبه يعني؟ إذ بدأ هو بالحب، وأصبح حبنا لله هو مجرد رد فعل طبيعي لمحبته لنا. فالكتاب المقدس يقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والحب ينبغي أن يكون ركيزة العبادة لله، فالعبادة في مفهومها هي أسمى درجات الحب، كما نقول في لغتنا أن فلان بيحب فلان لدرجة العبادة، أي أنه لا يستطيع مفارقته. عظيم. طيب فين بقى بتكمن مشكلة الناس في علاقتهم مع الله؟ المشكلة اللي بتعوقهم أن هم يوصلوا للعلاقة الحميمة والمحبة مع الله. الواقع أن المشكلة يا عزيزي الأساسية نعم هي في قصور الإنسان نعم عن إدراك أبعاد العلاقة مع الله. تكمن القصور ده يكمن في أن الدين أصبح عند العامة مجرد فروض وواجبات دون علاقة حبية بين القلب وبين الله. نعم. وهذا ما عبر عنه الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 7 وعدد 6: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. لأن العلاقة مع الله حب، كما يقول الكتاب المقدس: الله محبة، فمن يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله. هل تريد يا عزيزي المشاهد أن تراجع علاقتك بالله؟ إن كانت هي مجرد عبادة الفرض، وعلى رأي المثل يعمل الفرض وينقب الأرض، أم تريد أن تكون علاقتك مع الله علاقة حبية من الآن؟ قل له: يا رب علمني أن أحبك، واسكب حبك في قلبي حتى أستطيع أيضا أن أحبك. الحب هو أساس العلاقة مع الله. أمين أمين أتسابون. طيب طالما أن احنا هنبتدي في الحلقات القادمة فسحة التأمل في سفر نشيد الأنشاد، ممكن بقى أتسك تبتدي دلوقتي وتدينا مقدمة عن هذا السفر؟ آمين آمين. كلمة سفر أساسا معناها كتاب. نعم. وكلمة نشيد تعني قصيدة شعرية تنشد أي تغنى. نعم. وقد بلغ عدد أبيات قصيدة نشيد الأناشيد أو سفر نشيد الأناشيد نعم 117 بيت، يعني 117 آية. نعم. مقسمة إلى 8 فصول أو 8 إصحاحات بلغة الكتاب المقدس. نعم. وهي قصيدة من شعر العشق الإلهي الثاني كما قلنا. كاتبها هو الملك سليمان الحكيم ابن داود الملك، كتب بالوحي. نعم. وسنعرف المزيد عندما نبدأ بالتأمل في الحلقات القادمة بمشيئة الله. والله الذي دعانا بمحبته يدخلنا إلى عمق شركته بمعونة نعمته وعمل روحه القدوس فينا. عزيزي المشاهد، إن أردت أن تتمتع بهذه النعمة، وأرجو أن يكون الله قد لمس قلبك من خلال هذه الكلمات. احنا مش بنقول الكلام ده استعراض،
ومش بنقول الكلام ده. شوفوا الفرق يا جماعة بين المسيحية والإسلام. ومش بنقول الكلام ده عشان نقولك يا لسمو الحياة المسيحية والدين المسيحي. مش ده الهدف إطلاقا. الهدف أسمى من كده بكتير. الهدف هو نفسك الغالية على الله. حب أقول لك إن الله بيحبك، وأكد لك هذا لأن كلام الله يؤكده. اوعى تظن إنك إنسان تافه، اوعى تظن إنك أنت إنسان مكروه، اوعى تظن إن الله بيبغضك من أجل كثرة خطاياك. فما فيش إنسان في الوجود بدون خطية. الكتاب المقدس يقول كده: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا واحد. وبرغم من هذا الله أحب العالم. هكذا أحب الله العالم. الله ده زاغ وفسد بس الله بيحب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل تبادل الله حبا بحب؟ أولا هل تقبل محبة الله ليك؟ تقول أنا خاطئ وحش وشرير وفاجر ودنس و و و إلى آخره. صح، ما بقولكش لا، بس ربنا بيحب هذه النفوس ليخلصها، لأن ما تنساش إن هو اللي خلقك وخلقك على صورته، وبيحبك لأنك ابنه علشان خاطر يخلصك. الله يباركك ويكون وياك ويعطيك في هذه اللحظة تلامس مع محبته. قل له يا رب أنا سمعت عن محبتك الكبيرة وشفت ناس عاشوا في هذا العشق الإلهي، أنا عايزك تبتدي وياي من البداية يا رب. ادخل قلبي ودوقني مذاقة حبك عشان أحبك وأعيش لك كل أيام حياتي. أمين. الرب معك. أمين. شكرا أتسابونا. أحبائي إذا كنت عايز تعرف أكتر اقرأ من الكتاب المقدس، ممكن تحصل عليه مجانا إذا أردت، وإذا أرسلت لنا على العنوان اللي هيطلع على الشاشة دلوقتي برضو هنبعت لك اللي انت عايزه. وفي موقع للكتاب المقدس ظاهر على الشاشة، ياريت لو تحب تقرأ على الانترنت خش على الموقع ده وتطلع وتأمل في كلمات الله التي هي فيها حياة. صلواتي انكم تتمتعوا وتتأملوا في محبة الله لنا وتعرفوا قيمة العشق الإلهي اللي احنا غير مستحقينه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. آمين.